قال رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إن اتحاد الطلاب على مر التاريخ يمثل طلاب الجامعات ويخرج كوادر متمكنة سياسية. أضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة أنه يجب العمل على الانتخابات الطلابية من البداية، وأن يكون هناك تعريف بالبرنامج الانتخابي لإيجاد كوادر لديها برنامج ويتم تأهيلهم وتمكينهم. احنا بنتكلم عن اتحاد الطلبة ككيان، وعلى مر التاريخ اتحاد الطلبة هو شيء محترم جدا بيمثل طلاب الجامعات المصرية، والمفروض ان بيخرج منه كوادر تتمكن سياسيا وتكون موجودة في الاماكن السياسية. اللي انا منتظره من الحوار الوطني وقلناه في التوصيات بتاعتنا، اولا لو عايزين نحل او نخلي شكل الاتحاد يرجع للصورة الاصلية بتاعته والصورة الذهنية اللي كانت قديمة من ايام مصطفى كامل وما بعده، احنا محتاجين نبدا نخلي الانتخابات بتاعه الاتحاد الطلبه الاول نشتغل عليها في مراحلها المختلفه، ان يكون في تعارف ما بين الطلاب ويكون في عرض للبرنامج الانتخابي، لان للاسف ده بيحصل في المرحله الاولى بس، لكن المرحله الثانيه اللي هي خاصه بالكليه والجامعه ده ما بيحصلش فيها، فلازم ده يرجع مره ثانيه.